إذا مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص اللي جمعنا صبيحة اليوم في برنامج شروق مورنينغ بسوبر ستار العرب الفنان الجزائري هواري صابر اللي راه حاضر معنا صبيحة اليوم في الاستوديو من أجل أكيد الحوار معاه، الدردشة معاه، من أجل التعرف أكثر على هواري صابر ولكن نتعرف عليه بصورة جديدة ومغايرة، أليس كذلك هواري؟ مرحبا بك. شكرا أخي يوسف، بارك الله فيك على هذه الدعوة، نتشرف بها بزاف. الحمد لله يعني كما كتشوف هواري صابر دائما في العطاء ودائما في الفن والاستمرارية، وبارك الله فيك على الدعوة أخي يوسف. أكيد شرف لنا نستقبل اسم بحجم هواري صابر، ولكن لما نقول هواري صابر دائما نقول سوبر ستار العرب. أسكو يقلقك الأمر، يزعجك الأمر أنه دائما يربطوا اسمك بسوبر ستار اللي فات ولا مر عليها أكثر من 20 سنة؟ شوف اخي يوسف، يعني والله انا ما قلقنيش هذا الامر تاع نجم سوبر ستار، باسكو هذا النجم سوبر ستار هذا اسم برنامج عربي في تلفزيون المستقبل في لبنان بيروت، وكان وكان شرف لي الكبير اني حد الان عنده تاريخ عندي تاريخ يعني مواهب عربيه، وانا كان شرف لي وفخر لي انا كجزائري اني نلقب بهذا البرنامج سوبر ستار العربي، يعني الحمد لله يعني كان شرف لي. انت ممثل الجزائري الوحيد هذا البرنامج؟ أكيد كنت الوحيد ونفتخر به، يعني بصراحة يعني الشيء اللي خلاني أنا نفتخر بأني جزائري أني كنت يعني مميز من الأصوات العربية اللي كانت في يعني هذا البرنامج العربي، شهادة يعني لجنة التحكيم وزملائك أيضا اللي كانوا مشاركين في هذا البرنامج. يلا أزيد من 20 سنة، وين راه صابر هواري؟ كما راك تشوف توجور هواري صابر راني تاجي متواجد دائما، يعني دائما انا في بلاد الجزائر واني دائما حفلاتي دائما مقتصره دائما في الجزائر، ومرات يعني مرات نسافر خارج الوطن العربي، لكن بالنسبه اني انا كالجزائر راني اقليه اكثر كان نجم يعني مثل الجزائر، اني حاجه اللي كنت باين نحكيها، وبارك الله فيك على هذه الدعوه. اكيد مرحبا بك، ابواب البرنامج مفتوحه ليك وكل الفنانين اللي راهم يشاهدوا فينا صبيحه اليوم. لكن هواري باش نكونوا واقعيين ونكونوا صراحة معك، يعني هواري لما كان مشارك في البرنامج كان نجم عربي، كان اسم لامع، كان بلك بزاف فنانين كانوا يتمناو يقفوا قدام هواري صابر على مسارح كبرى عربية، وكانوا حتى بلك يحلموا أنه يكون لهم صورة أو لقاء مع هواري صابر، لكن هذاك الاسم ربما الوهج تاعو قل مع مرور الوقت. وش هي الأسباب هواري، وخاصة أنه عندك صوت ما شاء الله، عندك مستوى ثقافي، للإشارة فقط أنك هواري قريت موسيقى في سوريا، يعني متكون موسيقيا الحمد لله. يعني شوف أخي يوسف، يعني الشيء اللي خلاني أنا دائما يعني بعد البرنامج يعني يمكن نقول لك تهميش، يمكن حقي حد الآن ما زال ما لقيتهاش أكثر، يعني كنت نجم في لبنان وفي سوريا في الوطن العربي الحمد لله يعرفونا، من بعد البرنامج يعني ما كانش شركة إنتاج اللي تتبنى هذه المواهب إلا بعض الأسماء يعني من بلدهم. شكون اللي تشوفهم ناجحين من البرنامج اللي كانوا معاك؟ أنا حد الآن راني نشوف يعني حد الآن يعني صديقي وكان معايا في سوبر ستار هو من حمزين. يعني حد الآن لأنه من حمزين كان قريبة ليا في لبنان. غير على غرار مثلا ديانا كارازون كذلك في الأردن. رويدة عطية وبعض أصدقائي اللي كانوا معايا دائما يعني في برنامج سوبر ستار. يعني من حمزين انسان يعني كان انسان طيب وانسان يبغى بزاف الوطن العربي، وكان هو يبغيني بزاف ويقول لي انت صابر من الاصوات العربيه المتميزه، لكن حد الان يعني ما لقيتش اكثر 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 حاجه اللي نقدر نقول لك باللي انا النجم جزائري حقيقة، نجم جزائري لكن ما عرفناش كيفاش نجمو نستغلوا هذاك الاسم، نستغلوا في الجزائر اولا في تسويق الجزائر والفن الجزائري كما هو معتمد في مختلف الدول العربية. شوف يوسف خويا، يعني البرنامج طلعنا للبلدان العربية، لكن لما نرجعوا الى بلدنا يعني تأسفت بزاف بزاف انه الجزائر ما تبنتنيش اكثر، يعني الثقافة تاعنا ما تبنتنيش، وما عرفوش كيفاش يكملوا المسيرة تاع صابر الهواري في الجزائر. حد الان يعني شهاده يعني غير الكبار العمالقه الياس الرحباني، يعني كبار عمالقه في لبنان، يعني اللي خلوا لي يعني خلوا لي بصمه انه هذا جزائر تهلوا فيه، شهاده يعني خلوها، قالوا انه هذا جزائر تهلوا فيه، لكن للاسف حد الان مازال ما تهلوش فيها اكثر، يعني قادر يعني هذا الغبار اللي راه عندي
ما قدروش يقلعوه والثقافه تاعنا يعاودوا يرجعوا انه هواري صابر النجم الجزائري. طيب وشنو هي الاسباب اللي خلات هواري صابر يغيب؟ السؤال المطروح دائما على الفنانين، هل غاب ولا غيب؟ لا انا غيبت، باش نكون صريح معك يعني. لا ما غبتش، صدقني ما غبتش يوسف، انا غيبت. لكن نقدر نقول لك حاجه، اي انسان متعرض للحرب متعرض للغيره والحسد، صوت بحجمك انت، بحجم صوتك ما شاء الله تبارك الرحمن، شكون يقدر يغيب هواري صابر؟ كاين، قلت لك كما قلت لك، كاين الغيره والحسد، لوبيات فنيه، كاين الغيره والحسد يعني كبار لوبيات فنيه، اكيد اكيد شي نورمال يعني، كاين مافيا فنيه، كاين ناس يعني كبار الفنانين وحاربوهم، لكن ما قدروش يوصلوا، لكن الاستمراريه تاع الفنان والاجتهاد تاع الفنان يعني القلب تاعو اراده. طيب هل اراده تاعها ما خلاتش باش طيب هل يتجرأ اليوم هواري صابر يقول انه هناك لوبيات فنيه في الداخل والخارج؟ يعني نقدر نقول لك بصح باسكو لوبيات فنيه يعني هذه نتاسف منها يعني، يعني تحطم الفنان الجزائري، تحطم الفنان اللي عنده موهبه. يعني لازم احنا لازم عندنا هنايا يعرفوا كيفاش يخرجوا نجوم الجزائر ويديروا اكاديميه عربيه، اكاديميه عربيه لتوسيع المواهب العربيه من جميل. الجزائر اللي علاش باش نمثلوا الجزائر احسن تمثيل. يعني كاين بلدان عربيه اخرى راهي تمثل بالمواهب تاعها ويطوروا ثقافتها وباسمائها الفنيه شبابها حتى يعملوا معاهم ضمان شركه انتاج واداره اعمال تتبنى هذا الفنان. طيب هواري، هذه الحرب ربما بدات معك مع بروز اسمك في البرنامج قبل 20 سنه، وين على بالنا انه ربما تعرضت حتى لتهديدات في لبنان ولا سوريا؟ لا يعني حقيقه نشوف يعني التهديدات اللي جاتني من في لبنان سوريا يعني ما بغاوش يعني صابر هواري يطلع صراحه. انا مش نحكي على الجزائر، على الجزائر زد يعني همشتني اكثر ما على بالهمش قصه تاع هواري صابر حقيقه. طيب احكي لنا تجربتك مع التهديد في المشرق العربي. والله صدقني انا ما طلعت برنامج سوبر ستار العرب رفعت رايه بلادي الجزائر، لانه حد الان هذاك النهار ما بغاوش ان نرفع الرايه الجزائريه. يعني انا كنت وطني قبل ما كنت فنان، كنت وطني وكنت قلبي الجزائر، لكن هذه الحاجه اللي خلتني ما قدرتش كيفاش نقول لك بلي انه صابر هواري تعرض الى حرب وتهديدات يعني باش ما خلاوش حتى يعني ما خلاوش يطلع مع شركه انتاج. لو طلع صابر هواري في شركه انتاج قادر ينافس نجوم عرب، يعني بشهاده نجوم عرب، كان صابر الرباعي هناك موجود، كانت الاستاذه ميادة الحناوي تبغينا بزاف، ميادة الحناوي من سوريا، يعني فنانه كبيره، زيد راغب علامه، وليد توفيق، مروان خوري، يعني اللي شجعني بزاف، حتى استاذ الياس الرحباني اللي قال لهم هذا صوت خطير في الجزائر، يعني لازم تهلوا فيه حد الان. لكن توعنا صراحه اسكو هم يعرفوا هواري صابر النجم؟ هذا هو السؤال المطروح اليوم، سؤال موجه لك هواري صابر بكل صراحه باش نكونوا واقعيين، لانه هذا اللقاء الخاص راح نختصروا فيه بزاف امور. أكيد اليوم أكيد. هل وزاره الثقافه تعرف هواري صابر؟ تعرف اسم هواري صابر؟ هل وزاره الثقافه تعرف باركور او مسار هواري صابر في الوطن العربي او لا؟ شوف انا بعت صفحات الوزارة الثقافه قبل برنامج سوبر ستار العرب، وحد الان أني بعتهم، لكن مانيش عارف اسكو كاين ناس راهم يبلعوا راهم يغلقوا الابواب على هواري صابر في الوزاره الثقافه، الله اعلم. انا شاركت في مهرجانات، شاركت، سمعني يوسف مليحه، شاركت مع الديوان الثقافه والاعلام تيم قاد جميله، لكن حقوقي حقي اكثر ما لقيتهاش اكثر، حقي مهمش. ما جاوبتش على السؤال، هل وزاره الثقافه تعرف هواري صابر ولا ما تعرفوش؟ حد الان يمكن ما تعرفش هواري صابر. أنا بعت حد الآن يعني متأسف أنه إدارة ثقافية والإدارات من وزارة الثقافة لو تعرف حقيقة أنه هواري صابر ما تخليش مهمش. جميل. طيب نرجعوا إلى جديد هواري صابر اللي رجع به، ما رجعتش بيدك فارغين طبعا بعد هذا الغياب، خليني نقول، وجيت بفيديو كليب حصري كنا عرضناه قبل قليل في برنامج الشروق مورنينغ، مشكور على أنك خصيتنا بهذا الحصرية تاع الفيديو كليب، هذه أولا. وثانيا رجعت أيضا بكوكتيل اللي هو إعادة لأغاني تاع وهرم تاع زمان، يلا وش راك تستنى من هذا الألبوم؟ يعني والله انا شوف هذا درتها كل شيء عن طريق اراده. هذا الالبوم هو تكريم عمالقه الفن والاغنيه الوهرانيه الاصيله. استاذ بلاوي الويلي رحمه، عميد الاغنيه الوهرانيه، استاذ الاسطوره احمد وهبي، بن زرقاء واحمد صابر. يعني انا اللي تشجعت من الشباب
وعاود اغاني تاعهم بتوزيع جديد. ونشكر بزاف في الديوان حقوق والتاليف اللي عطاوني ودعموني باش نمثل هذه الاغنيه الوهرانيه الاصيله مع كبار تكريم عمالقه الفن، لكن بتوزيع جديد باش نحيي التراث، التراث تاع بلادنا ما نسمحش فيه. الاراده اللي عندي رغم اني مهمش، رغم اني محقور مظلوم، لكن الاراده القويه تاعي دعوه الخير وربي سبحانه اني مجال موجود جزائري. ما قدروش يقضوا على ابدا صوت هو ما يقدروش، ما يقدروش باسكو اراده طيعتها لربي سبحانه. انا مثل الجزائر في برنامج سوبر ستار العرب، ومازال حد الان الناس يطالبوني في لبنان وسوريا باش نرجع. جميل. لكن الامور الحمد لله يعني كانت مشاكل راهي سوريا في لبنان الشرق الاوسط يعني نتمنى انك تنتقل. طيب نتمنى ان شاء الله تعاود ترجع المياه الى مجاريها يعني في لبنان وسوريا يا رب. هواري صابر انه اليوم تخرج من هذا البلاطو من هذا الحلقه الخاصه، لما تعطينا مقطع نسمعوك نعاودوا نسترجعوا هكذا ذكريات سوبر ستار العرب زمان قبل 20 سنه. اي اغنيه ولا اي مثلا مقطع ربما من الاغاني اللي عاودتها وحيتها من الفن الوهراني؟ مع الفن الوهراني نعطيك مثلا كاين اغنيه غادي نديرها كليب لاستاذنا بلاوي الهواري وبنزرقه. تما مثلا نقول لك دار لو كانت زيان العقوبه، لو كانت زيان العقوبه، لو كانت زيان العقوبه، لو كانت زيان العقوبه، الصغر يفوت كي المنام، الزين ومحاسن وعجوبه، الزين ومحاسن وعجوبه، الزين ومحاسن وعجوبه، الزين ومحاسن وعجوبه، ترجع للشيب والعذاب، ترجع للشيب والعذاب. جميل جدا صوت رائع حقيقة، يعني رديتنا الأيام زمان. يلا بالمناسبة أعطيني مقطع موسيقي هكا عربي، أغنية من المشرق العربي. نسمعك وردة الجزائرية. جميل يلا. أكذب عليك، أكذب عليك، أكذب عليك، أكذب عليك، أكذب عليك، لو قلت بحبك لسه أكذب عليك، أكذب عليك، لو قلت بحبك لسه أكذب عليك، أمال أنا إيه؟ قولي أنت أنا إيه؟ اختار لي بر ولا انسى عليه، أمال أنا إيه؟ اختار وانا ايه، امال عنيا ولا ايه، انت حبيبي يعني لسه حبيبي، ولا حبيبي عشان كنت حبيبي، قول يا حبيبي قول، قول يا حبيبي قول، قول 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 يا حبيبي. كان ما نقول بعد هذا الأغنية اللي أديتها للفنانة الراحلة وردة الجزائرية. طيب على ذكر كلمة أكذب عليك، شكون اللي كذب على هواري صبر وما وفاش بوعده؟ قال له نعمل لك ألبومات، قال له نعمل لك فيديو كليبات، وخلاه في منتصف الطريق. لا أنا وعدوني هنا من الجزائر، يعني برنامج العربي سوبر ستار في سوريا يعني اهتموا فيا ما شاء الله، اهتموا فيا كثيرا. إلا أنا نجوميتي بالجزائر يعني وعدوني وعود كاذبة صراحة. بعد المسؤولين ما نقدرش نقول اسمهم، بعد المسؤولين اللي سامحهم الله ما بغاوش هواري صابر يطلع في الجزائر. يعني نوجه رسالتي دائما. اليوم صابر هواري لو كان يطلع يكون بمثابة تهديد ربما لمختلف الأسماء الفنية اللي راهي متواجدة على الساحة اليوم، هل ربما راح يحبس لهم العمل ديالهم؟ علاش هذا التهديد؟ لا بالعكس، بالعكس يعني احنا قلنا احنا فينا عندنا، احنا عندنا في احنا بلدنا عندنا غيره والحسد. لو كان انسان متفتح كنا قادر ان ننافسوا مطربين عرب، نفسوا مطربين عرب. على قلت لك احنا ما نعرفوش نجموا الجزائر، ما نجموش نطلعوا، ما نجموش نقدروا نديروا مدرسه تاع نجوم. انا غير البلدان العربيه، انا اتمنى يعني بهذا البرنامج شروق نيوز وبرنامج يوسف خويا، نتمنى من هذه المسؤولين يعني يعاودوا يرجعوا نفوسهم، يرجعوا نفوسهم باش تطلع بلدنا الجزائر بطرق النجوم. فاتوا ألحان وشباب حد الان، طبعات كثيره من ألحان وشباب حد الان خرجت اسماء، يعني ما لقيتش دعوه حد الان، رغم انه فاتوا كاع شباب تاع ألحان وشباب راحوا حتى لبنان وسوريا بعد خرجوهم.
علاش خرجوهم سي يوسف؟ ما كاش أكاديمية عربية، ما لقاهمش مطورين في الأغنية العربية. صدقني أنا والله كنت في سوريا، صدقني كنت في سوريا ودرت أن ستاج في سوريا، هما اللي عرفوني اللي الروح العربية هناك على بها مطلح لبنان قوني متميز. الاستمرارية ربما في هذه الحالة نحكو ما كاش استمرارية. أعطاهم يعني أعطاهم داروا لهم شركة، داروا لهم يعني يعني دعم يعني مطارق إعلان وجابوا لهم أعطاهم دراهم وأعطاهم حتى شراوا لهم، ومن بعد أين الثبوت الفني من طيب. نسبة شباب الجزائر. طيب هواري صابر وقف على مسارح عربية مثل الجزائر ربما في مسابقة كبيرة ما شاء الله تبارك الرحمن، لقاءات عربية كثيرة، وكتاش نشوفوا هواري صابر على دار أوبيرات الجزائر العاصمة هنا؟ أنا دروك الحمد لله ما يعرفوا أنه هواري صابر موجود، يعني يفتحوا لي باب والله العظيم حتى نجيهم من قلبي، يعني حتى يقولوا بدون ثمن والله نجيهم. الله. انا والله غير نجيهم من قلبي، حبا في البلد هذا الشيء كله لازم اكيد. انا حبا للبلاد وحبا لثقافه الجزائر وتراث الجزائر، ومن هذا المبر نقول لك الله يرحم الشهداء اللي خلونا هذه الحاجه، وشيوخ الكبار اللي خلوا امانه اللي احنا باش نطلعوا هاد الناس اللي نعاودوا من نرجعوا. انا لو يعني يديروا لي دعوه اوبيرات ولا مهرجانات، نعاود نحيي مهرجانات تيم قاد ولا جميله، مدى بي أخويا إن شاء الله يا ربي نعود نشوفه على المسارح الجزائرية، ونعود نشوفه اسمه هواري صابر يلمع من جديد في الساحة الفنية الجزائرية والعربية، علاش لا. يلا باش نختم هذا اللقاء الجميل معك اللي خصيتنا به مشكور حقا لأنك أعطيتنا من وقتك وكنت شكرا. ضيف عزيز علينا وعلى كل البيوت الجزائرية. نختم هذا اللقاء الجميل بأغنية أو مقطع موسيقي لأنه صوتك يعني رائع يعني صراحة يعني ما شاء شوف الله. أنت شوف أنت يا أغنية يلا أعطينا أي مقطع. أذكر أني حس بلحد الحاجة تاع الجرح والظلم وفتحتي فتحتي بزاف صوالح سي يوسف. الله يحس بك هواري، يعني الفنان ما يحسش نفسه في مكانه أكيد. شوف أنا والله صدقني لما طلعت ما طلعتش غير بصوتي، طلعت بالأخلاق تاعي بالتربية تاعي حتى دخلت البيوت اللبنانية والسورية. أنا لما قلت الكلمة تاع البيوت الجزائرية أنا متمنى البيت الثقافة الجزائرية وزارة الثقافة تفتح لي باب باش تعاود ترجع صابر الهواري. نعاود نرجع إن شاء الله يا ربي. يلا نختموا بمقطع موسيقي ونقولوا لك في أمان الله، ما نطولوش عليك بزاف. أغنية جزائرية ولا يلا عربية؟ عربية. دروك دخلتني شوف. علي قرا من مراسيلك، علي قرا بس ما تيجي وانا احكي لك، علي قرا وامسح دموعي في منديلك، علي قرا بس ما تيجي وانا احكي لك، علي قرا وعلي قرا علي قرا. شكرا لك هواري صابر، وشكرا على الوقت اللي خصصته للبرنامج، مشكورة. شكرا بزاف يوسف على الدعوة، وبارك الله فيك أنك أعطيتني حاجة باش نمثل قلبي للجزائر. مرحبا بك. شكرا. شكرا يوسف، شكرا.